ارموتي ارموتي فوقي. هو انا نايم على ايديكم من امبارح كده؟ فوقي. هي دي المجدعة يا اخت جون؟ هي دي المجدعة بتخطفيني؟ ماشي يلا سيبينا لوحدنا اطلعي بره. مادام عايزانا لوحدنا يعني؟ طب ما كانت من الاول كنت لاغيني، كنت عاجبك في كذا نضيف كده واخده بالك، وحاجتين سايحين وناس بتخدم علينا، ولا نحن نقعد في شقه متبهدله؟ ارموتي انت فاهمه غلط. سيبينا يلا اطلعي بره. مجرم خطير يا مدام. اسمع اللي بقول لك عليه، انا مستعملك من صباحيه ربنا يا جدعان. انت غلط مش عايز، هتغلط اغلط، بس نحترم نفسنا شويه، ما حدش يقل ادبه عليك. معلش احنا بنتكلم، محتاج اللثه دي في حاجه؟ الله يسهل لك طريقك يا عم، شوف مصلحتك. يا استنيني بره. اي حركه اي حركه انت عارفه يحصل لك ايه. ارموتي اللي في ايديك ده مش هينفعك يا اخت جون. جربيني. يعني ايه؟ يعني جربي كده، اعملي حركه شوفي ايه اللي يجرالك. بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا ست انا مش فاهم انت عايزه ايه، بعينك بتاع ده عني. بس الغيره تعمل فيك كل ده يا اخت جون؟ الغيره القاتله تعمل فيك ده كل ده؟ غيرانه من مشيره ها؟ بس الحركات النص كم دي مادام فيها خطف وبرتيت، انا ما بتجوزش غصب عني، واتبعي اللي انا هتجوزك. ارموتي انا مش عايزه اتجوزك. ولا هنلبس دبل، وبقولها لك صراحه. ولا عايزه دبل ولا عايزه حاجه، انا عاوزه الظرف اللي معاكي. وانت كمان عايزه الظرف يا اخت جون؟ الظرف دي من حقي انا، انا المندوب المفروض استلم الظرف، وكلمه السر بالاماره سد الحاره سد. مظبوط. طيب ولما انت المندوبه المهببه ما قلتيش الكلام ده ليه من زمان يا اخت جون؟ كنت خلصتينا من الايام السودا اللي عشناها ديت. ارموتي العصابه اللي اخذت احمد اخو مشيره هي كمان عاوزه الظرف. وبعدين انا عارفه ان حضرتك هتعملي فلوطه وتديهم الظرف عشان يرجعوا احمد، عشان كده انا خطفتك هنا عشان اخد انا الظرف، فهمتي؟ طب ايه المطلوب مني اعمله عشان قبل ما اتخنق واولع المنطقه دي باللي فيها؟ ترجعي الاوتيل، ترجعي فندق، تجيبي لي الظرف في الساعه 10 الصبح، عربيه تستناكي، تركبي فيها تجيبي لي الظرف وتيجي، تعملي حركه كده، تبلغي بوليس كده انا هموت مشيره، وبعدين هموتك انت، فهمتي حبيبتي؟ حبيبتي يا سلام على الحنيه اللي فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل. تتشل ايديها وهي ماسكه لاني. انت هتقعد يابا بحلاق ليه؟ يعني هنقضيها طول النهار بحلاقه كده؟ مش قلت لك هات مفتاح اوضتي؟ هات المفتاح، خلينا اتكل على الله يابا. قلنا ان سعادتك سبت الفندق. لا حول ولا قوه الا بالله. انت ايه يعني بتطفش الزباين من الاوتيل؟ بتاثر على السياحه؟ طب انا هشاهد السياح. شوفوا بقى عشان تروحوا تقولوا في بلدكم الراجل ده بيأثر على السياحه، عمال يطفش الزباين من البلد ومن الاوتيل، وبيقول لك السياح قال مش عارف. انا بقى عايز بقى مدير الاوتيل يسمع. صوتك يا ارموتي بيه. ما انا عايز كل الناس تسمعني، ومن حق ان انا اعلي صوتي، الدستور بيقول كده، من حق المواطن بيدفع ضريبه مبيعات يبقى يعلي صوته. ومعايا الدستور اوريه لك لو فيك. امال ايه بقى اللبط اللي عاملهولي؟ شايف ان تصرفاتك بخصوص الاوتيل يعني بتضر بسمعه الفندق. ايه رايك تاخد لك 5000 جنيه وتروح تشوف لوكاندا ثانيه تخربها؟ بترشيني. انا هقول للسياح واشهدهم عليك، بيرشيني علشان عايز يمشيني بره الاوتيل. روحوا قولوا في بلدكم ان الراجل ده بيأثر على السياحه، وانا هعرف ازاي اضرك، واتصل برئيس. اديني رئيس مجلس الاداره. هات لي رئيسك. هات لي رئيسك علشان انا اعرف اتفاهم معاه. رئيس مجلس الاداره بنفسه اللي طلب مني اعرض عليك المبلغ ده. طب انا هنتصل بوزير السياحه شخصيا، خليكم شاهدين معايا علشان الراجل ده عايز يأثر على السياحه في البلد. ويانا يا انت، شوف لي رئيسك فين. ايه رايك بقى؟ ومش ماشي من هنا غير لما تديني المفتاح، واللي عايز تبلغه بلغه، بلغ كوفي عينان بتاع الامم المتحده، وانا هعرف اجيب حقي عشان الراجل ده عايز يطفش السياحه من البلد. يا نيابه النهارده. مالك يا ارموتي بيه؟ هدي نفسك. مفيش حاجه يا عم سويلم. الله يخليك. لا مفيش حاجه. انت المندوب بتاعك ظهر ولا لسه؟ لا لسه. انا المندوب بتاعي ظهر ومجرجر وراه 3 قتلة. على العموم كل حاجه هتتحل دلوقتي، ما تقلقش. ماشي. ايه بس يا عم سويلم، انا فاضي ومليت وتعبت اخر تعب، ايدي على كتفك، نفس المشكله دي تتحل. على العموم انا عايز اقول لك انا المندوب. وكلمة السر. ابوس ايديك ابوس ايديك يا عم سويلم، اوعى تنطق كلمة السر دي. ما بقتش كلمة سر يا ناس، دي بقت كلمة فضيحة يابا. دي مصر كلها عرفت كلمة السر،
مفيش غير واحد بس هو اللي ما يعرفهاش لغايه دلوقتي. مين؟ مرعي بتاع الكلمه. إيه؟ هو الوحيد اللي ما يعرفش الكلمه دي. ابوس ايديك اوعى تقولها لي يابا. يبقى تديني الظرف. لا يا عم اديك الظرف كده على طول. اقف في الطابور يابا. طابور ايه؟ اقف من الطابور. لازم تقف في الطابور. الطلب عليا جديد يا عم. استنى عليا يومين اما اتصرف لك في ظرف يابا. صدقني يا عم قرموطي صدقني انا المندوب. طب اديني يومين كده ادبر لك ظرف كده وربنا يوفقك. انا خلاص مش قادر اقف على رجلي. دماغي لفت مني وما بقتش فاهم اي حاجه. طيب بس مش اكتر من يومين. يومين ان شاء الله. أه؟ يومين. اوعى عشان استلم الظرف وامشي. حالة يا عم سويلم. أه؟ الله يخليك. انا مش طايق نفسي دلوقتي. الله يكرمك يابا ويسهل لك طريقك. كان ظرف اسود ومنيل وايام سودة عايش هنا. ايوه سويلة. ايه القرموطي ظهر؟ طب ومشير هو مرتبك ومتلغط وطبعا متراقب. لا 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 ما تتصلش بيه تاني. انا هعرف ازاي اتصل بيه. شافك وانت جاي لي. ما تخافش اخسرك فيها. طب اطلع بره كده وعلي صوتك وقول في مكوى يا قرموطي بيه. اطلع كده في مكوى يا قرموطي بيه. لا علي صوتك اكتر. في مكوى يا قرموطي بيه. طب تزعق ليه؟ اوعى تزعق يا اخي. الله يعني خليك طبيعي كده. قول في مكوى يا قرموطي بيه. في مكوى يا قرموطي بيه. المكوى انت التلتله جوه. تعالى كده عشان ما حدش يخش. جبت اللي انا قلت لك عليه. مية مية. ده الشمع الاحمر وده الختم. مية مية. فين بقية الحاجات؟ ايوة على مهلك. انت حطيتهم فين؟ يا سلام. حالا. يا سلام. يا عيني ده ايه ده؟ ده ولا صندوق البريد يا راجل. ده انت مية مية تصدق ولا انت تنفع نائب جيمس بوند؟ مية مية. مش خسارة فيك. امسك. 20 جنيه؟ انت طماع ليه؟ انت هتعمل لي سياحة يا عم. خلاص. بيقولوا عليك مليونير بس. يا عم الله يخليك. هنهزر بعضينا. انا مزنوق يابا دلوقتي. مع الف سنة كأن عادي. المكوى هجيبها لك بعدين. مية مية يا قرموطي كده. مية مية. سلام يا قرمط. قرموط يا جن. قشطه يا قرموطي. ولا الجن الازرق يقدر يقرش. حاضر. مساء الخير يا قرموطي بيه. مساء الخير. ممكن ادخل؟ انا دخلت خلاص. مش حضرتك برضو الانسه رنا سكرتيره الاستاذ خير المخرج؟ الله يرحمه اخذ الشر وراح. يلا انا جايه ابلغك رساله محدده. ابوس ايديك اوعي تقولي لي كلمه السر. انا مش ملاحق. كلمه سر ايه يا اخ قرموطي؟ انا جايبه لك رساله من الناس اللي خطفوا احمد اخو الانسه مشيره. اهلا بمرسال الحبايب. ايه العب